أستاذة إيلا، مرحبا بك معنا في أسرتي. شكرا لكم. اليوم غادي نتكلموا على العنف ضد النساء، ودائما تيكون الحديث على هذا الموضوع عالميا وحتى في المغرب، ومجموعة من المجهودات اللي تتبذل لمحاربة العنف ضد النساء خلال جائحة كورونا، وحنا تنعيشوا الحجر الصحي. سمعنا بزاف الحديث على هذا الموضوع، نعم، العنف ضد النساء اللي كتر أو ما يعرف بالعنف الأسري. في البداية أستاذة، نبغيو نعرفوا كيفاش عرف القانون المغربي العنف ضد النساء. نعم، بالفعل زينب، هو المرأة هنايا في المجتمع المغربي أو في جميع المجتمعات كسائر المجتمعات يعني كتعرض واحد النوع من العنف الأسري، وهنا القانون جاء أعطانا واحد الأحكام لحماية هذه المرأة. هذه القانون اللي غنتحدثوا عليه اليوم هو قانون 1303. هذا القانون اللي تنشر في الجريدة الرسمية عدد 6655 اللي تنشر تاريخ 13 مارس 2018، ودخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018. إذن هذا القانون هذا يعني كانت فيه واحد 6 الأبواب و 18 مادة، أغلبها كانت كتهضر على محاربة العنف ضد النساء. هنا كتهضري زينب على العنف الأسري. العنف الأسري هنا بطبيعة الحال خدا واحد كيف ما قلنا حيز كبير في هذا القانون هذا، ولا لاحظنا حتى المادة الأولى من هذا القانون جات عرفت لنا شنو هو هذا العنف، عطاتنا بعد كينا هذا العنف هذا سمات ولينا شنو هو، باش تيلا شي زوجة أو سيدة أو امرأة تعرضت ليه كنعرفوا فين يمكننا نصنفوها. فالمادة الأولى من هذا القانون هذا قالت لنا هذا العنف هذا هو اللي كتعرض ليه المرأة بصفة عامة، سواء كانت زوجة سواء كانت قاصر، هو العنف يا إما عنف جسدي يا إما عنف نفسي يا إما عنف جنسي يا إما عنف اقتصادي. فالمرأة بمجرد ما كتتعرض لهذا النوع من العنف فما عليها إلا تطبق المسطرة اللي نص عليها القانون 1303. أستاذة إلهام، هذا القانون اللي كتكلمي عليه كيتعتبر جديد نسبيا، بما أنه دخل حيز التنفيذ فقط في شتنبر 2018، يعني العمر ديالو ما كيتجاوزش واحد السنتين. فنتعمقوا أكثر ونتكلموا أكثر على هذا القانون وعلى الجديد اللي جا به هذا القانون. بالفعل هنا هو هذا القانون هذا جاء بالجديد، يعني كاين فصول اللي كانت يعني كتعاقب هاد المرتكبي هاد الجرائم وهاد التعنيف، ولكن القانون اللي جا ديال 1303 قال يعني جاب هناك ظروف تشديد، جاب قوانين جديده. كاين هناك فصول اللي تممت، وكاين هناك كاين شي فصول اللي جات جديده ما عمرها ما كان. نبغوا نتعرفوا عليها اكثر استاذه. نعم زينب، كاين هناك فصول كيف ما قلنا جديده في القانون ديال 1303. فمثلا في العقوبات الجزائيه اللي نصت عليها الماده الثانيه في هذا القانون، كنشوفوا مثلا بالنسبه للطرد من بيت الزوجيه، فهنايا الزوج الا طرد الزوجه ديالو من بيت الزوجيه فالعقوبه هنا كتكون من 3 أشهر، من شهر الى 3 أشهر، وغرامه من 2000 الى 5000 درهم. كنجيو مثلا الماده 503 حتى هي اللي جات عقوبات جديده في هذا القانون 1303، الإكراه على الزواج. فهنا الإكراه على الزواج العقوبة ديالو كتكون من 6 أشهر إلى سنة، مع غرامة من 10,000 إلى 30,000 درهم، وكتضاعف هذه العقوبة هذه إلى كان هذا الإكراه مصحوب بالتعنيف والتهديد. وهنا تتكلموا على الإكراه في حالة الزواج هو من طرف الأهل، من طرف الأهل الابنة ديالهم أنها تزوج بواحد شخص اللي ما موافقش عليه. نعم، هذه غير أمثلة اللي كنقربوا بها الصورة للناس باش يعرفوا بأن هذا القانون راه خدم مصلحة المرأة. كاين كذلك واحد الفصل اللي هو لعب دور كبير، هو 526 واحد، هذا فيما يتعلق بمسألة تبديد الأموال. تبديد الأموال مثلا نقرب الصورة أكثر، كنلقاو واحد الزوج مثلا تيكون بسوء نيه تيبدد الاموال ديالو، علاش؟ باش ان هذاك من اجل الاضرار بمصالح الزوجه. مثلا كيعرف بان هذه الزوجه ديالو غادي تقوم بدعوه ديال النفقه، او لا مثلا غادي تقوم بدعوه ديال التطليق للشقاق، او لا هو عارف راسو بانه غادي يكون محط مطالب مبلغ مالي، خاصه فيما يتعلق باقتسام الاموال المشتركه وفق الماده 49 من مدونه الاسره. فهنايا اش كيدير هذاك الزوج؟ كيقوم بتبديد الاموال بسوء نيه. فهنايا هذه المساله ديال تبديد الاموال 506(1) في القانون الجديد ديال 1303 كتقول لنا بان هذه المساله تبديد الاموال هي العقوبه ديالها من شهر الى 6 اشهر، ومن 2000
الى 10000 درهم. اسمح لي يا استاذ، وحنا تنتكلموا على هذه النقطه، واش نتكلموا على في حاله هذه الحالات الاقتلام، ولا كاين واحد الحاله اخرى هو ان الراجل تصرف فلوسه في حاجه اخرى، كاين بعض الرجال ولكن ما متحملش المسؤوليه ديالو، هنا تيطبق هذا القانون؟ كيطبق. شوف اي تصرف ما تصرفش عليه، تيخسر فلوسه في جهه اخرى ولكن تماما. ويعني خاص هنا كاين عنصر الاثبات خاصو يحضر، يعني هذه الزوجه هذه خاصها تثبت لينا بان هذا الزوج راه كان عنده الفلوس، ولكن هو راه كاين هناك نوع من الاهمال. حنا راه عرفنا بالعنف شنو هو، العنف الاقتصادي. وشنو هو العنف الاقتصادي؟ هو الامتناع عن النفقه مثلا في هذا المثال اللي عندنا هنا، لان في التعريف كان هو تعريف مجمل شامل. هنا كاين عندنا ما يسمى بالعنف الاقتصادي، العنف الاقتصادي ما كاينش فلوس هذا السيد هذا، حنا عارفينه برزقه، ولكن قام بتبديد الاموال. اسيدي الا بددتي الاموال ديالك راه كاينه عقوبه كتنتظرك في القانون 526 واحد، اللي هي من شهر الى 6 اشهر، وغرامه من 2000 الى 10000 درهم. كذلك كاين فصول اضافيه اللي في شان حمايه الزوجه، وهذه المساله حنا كنا كنسمعوها في القانون الاوروبي مثلا، ملي تكون شي زوجة تعرضت للعنف من الزوج ديالها فكيتحكم عليه بالإبعاد ديالو عليها. حنا منذ شو تنبير 2018 بدات هذه المسألة هذه، ولكن على أساس أن يكون صدر حكم، يعني كيصدر حكم سالب للحرية. وفي هذه الحالة هذه الزوجة أو الضحية لها الحق بأن تطلب هذا الإبعاد ديال هذا المحكوم عليه، وهذا الإبعاد تيكون لا يتجاوز 5 سنوات. هذا الشيء إذا كانت عليه العقوبة هي سالبة للحرية، يعني هو مشدود محبوس. أما في حالة إذا كانت عنده عقوبة مثلا غير موقوفة تنفيذ صورتي كما كنعرفوا، أو إلا كانت غير غرامة وهما باقي، يعني الدعوة باقا سارية، فهاد الحالة هاد السيدة هادي خافت من هاد السيد وما بغاتوش يقرب ليها، لها الحق في أن تطالب بتطبيق هاد التدبير ديال الإبعاد. وكذلك قاضي التحقيق عنده الحق أنه يطالب، النيابة العامة عندها الحق الطالب، يعني كاع هاد الناس هادو عندهم الحق في شروط الحمايه لهاد السيد. تماما. وفي حاله خرق هاد التدبير ديال المنع الاتصال، فهنايا جات عندنا الماده 323 واضحه، 323 واحد، اللي كتقول لنا بان العقوبه هي من 6 اشهر الى سنتين، وغرامه ماليه من 2000 درهم الى 20000 درهم. نعم استاذه، بما اننا يلا عشنا مؤخرا واحد التجربه ديال الحجر الصحي، وهنا مجموعه من الدراسات اكدت انه النسبه ديال العنف ضد المرأة تزاد بواحد الشكل اللي هو كبير. هنا واش القانون دار واحد الحماية، يعني واش دار واحد التدابير حمائية لهاد السيدات أو لهاد النساء المعنفات؟ نعم بالفعل مروان، هو كانت يعني واحد الظاهرة اللي اكتشفناها ماشي جديدة، هو العنف ضد النساء ولا العنف الزوجي والأسري كان دائما، ولكن ربما من ناحية الضغط النفسي ربما هاد الحالة في نفس البلاصة مدة طويلة، وحتى هاد الحالة ما عمرنا ما عشناها. فهنا كان واحد النوع من الضغط اللي تفجر على وشفناه كحاله من الحالات ديال العنف الاسري في هذه المرحله هذه. هنا بالفعل اللي لاحظناه هو ان كاين هناك واحد النوع من التفاعل للشرطه القضائيه، كان هناك تفاعل الشرطه القضائيه، كان هناك تفاعل للنيابه العامه، كان هناك تفاعل ديال مراكز الاستماع، بالفعل قاموا بواحد المجهودات كبيره. فحنا كنعرفوا بان مثلا الزوجه او المراه بصفه عامه ملي كتعرف لواحد النوع من التعنيف، حنا كنعرفوا بان هذه السيده هذه شنو كتمشي؟ هي كتمشي للشرطه القضائيه كتقدم بشكايه، اما خاصها تمشي عند وكيل الملك اللي كتقدم بشكايه كتابيه، اللي هو يقوم بالتعليمات ديالو، كيصدر التعليمات ديالو لاحاله الملف ديالها على الشرطه القضائيه. هنا تصوروا معايا ان كانت هناك تحريك مساطر بمجرد المكالمات الهاتفيه، يعني السيده واحد السيده تشكى تعيط وتشكى تماما، يعني بمجرد هنا كانوا حالات واقعيه ان الزوجات اللي اتصلوا بمراكز الشرطه، اتصلوا بمراكز الاستماع اللي كان عليهم، يعني كانوا داروا واحد الوصلات اعلاميه من اجل الحد من هذه الظاهره ديال العنف اللي برزات في مرحله الحجر الصحي. ويعني وكان يعني واحد المعامله، إلا بغينا نقولوا معاملة خاصة توافق هذه ظرفية الطوارئ اللي كنا كنعيشوا فيها. شكرا لك أستاذة على المعلومات اللي قدمتي لنا والتوضيحات اللي قدمتي لنا، ورسالة اللي ممكن نوجهوها من برنامج أسرتي. إلا كنتي سيدة معنفة ما خصكش تسكتي على العنف اللي كتعرضي ليه، طالبي بالحقوق ديالك، لأن من حقك تعيشي في واحد الاحترام والتقدير من طرف الزوج ديالك، أولا فرضا ما مزوجاش، أنت ابنة، أنت أخت، خصك تعيشي بواحد الكرامة. إلا كنتي كتعرضي للعنف
كاينه ارقام راه الاشاره باش تقدمي بالشكوى ديالك، كاينين جهات ممكن تقدمي لهم الشكوى ديالك، ونتمنوا ان هاد الظاهره نجيو واحد النهار لا في المغرب ولا في العالم نقولوا راه ما بقاش عندنا العنف موجه ضد النساء. شكرا لك استاذه رنا، شرفتينا.